اللي عنده طفل يا فندم عادي يعني بالمعنى الدارج كده بيشد في شعره، اللي عنده طفل ذكي ده بيتعامل ازاي؟ هو الموضوع مش ان هو عادي او ذكي، هو انا بس وادم صغير لقيت ان هو ميوله رياضيا، يعني بيحب الرياضه وبيحب الماث، بيحب القرايه، يعني كان في يعني ممكن تقول في كنت حاساه ممكن يكون يعني ذكي شويه اكتر من النورمال، بس حبيت بس ان انا انمي الحته دي. يعني هو انا يعني مؤمنة انه كل الولاد اذكياء، بس الفرق هو ان احنا ننمي الحتة، ان احنا نايدنتيفاي الحتة اللي ولادنا موهوبين فيها دي وان احنا ننميها. فانا لما لقيت ده ولقيت البروجرام بتاع الاي ام اي ده وعرفت ان ادم هيمشي فيه حلو، يعني كان عنده 6 سنين وقتها، دخلتها له يعني من غير تفكير، والحمد لله يعني هو حبها لان هي ميوله